في بردك. عندي 4 الوليدات الحمد لله. هذا المشروع بديته بوالو. انا عندي 40 عام في هذه الحرفه، كنت في عمري 7 سنين دخلت لهذه الحرفه. من واحد العائله كانت كتهلا فيا وداك الشيء، كنت بديتهم نقي لهم القزبور، نقي لهم خريشفات، نقي لهم القوق، نقي لهم هذا، وبقوت ما الحمد لله لقيت ذاك الاقبال وداك الشيء، صافي بديت المشروع ديالي. انا خدامه على وليداتي وكبرتهم بالحلال، وهما المساعدين الرسميين ديالي، وخي كيقرا وخي كيديروا مشروع اخر يعني كيجيبوا فيه طريف الخبز. المهم علمتهم الحرفه ملي كانت في عمرهم 7 سنين. بالنسبه للانستغرام درته تقريبا عام، ولكن في ظرف شهر يلا خدمت عليه بنتي وداك الشيء، والحمد لله لقيت اقبال كبير، لا مع الناس ولا مع اي واحد. المهم كيعيطوني ناس من مدينات كبار، خالتو حافظ تبارك الله عليك، خالتو حافظ عجبني المحتوى اللي كديري، خالتو حافظ شرفتي المراه المغربيه الحره. تزادوا كليان بزاف الحمد لله، تزادوا ناس، تزادوا وليدات، تزادوا بنيات، تزادت عندي العائله اللي ما كانت عندي. بدات خالتو حافظ كيجيوها كادوات، واحد سميتو سيفطو لطنجه وصورته مسكينه وصيفطت لي قالت لي خالتو حافظه وصلت الخضيره كتشعل القوق ما كحال ما والو. بالنسبه عاوتاني واحد السيده مكناسه هي عجبتها الخضيره، ومول الطاكسي اللي دار لها الخضيره قالت لي والو غتديها للكادو الحافظه، وكنشكرها بزاف وعزات عليا ماشي على الكادو ولا شي حاجه. كتشوفي الانسانيه الحمد لله باقه، ما كيجي عندي كل شيء، موظفين اللي ما موظفينش، اللي عندهم واللي ما عندهمش، الشباب، ناس من مدن اخرين، الحمد لله والشكر لله. حنا غادي على حساب استطاعه الانسان. بالنسبه لك الطاجين ديال 10 درهم الشباب كله عجبهم، يعني واخا ما كنشدش فيه ولكن كنكسب دوك الوليدات اللي هما عزازين عليا. ما كرهتش انا نكبر المشروع ديالي بزاف ويخلي داك الشيء منظم، ويكون عندي دوك لي زات تاجيرات هكايا معنا ما قاريش. المهم راكم عارفين ولي حتى نصدر داك الشيء، يعني الباج ديالي وليت انا معروف العالمية ماشي حتى بالمغرب. كون هذا المشروع ان شاء الله ندير شي حجه، الامنيه ديالي شي عمره ولا هكا كنقول واخا. المهم الا كبروا ولادي راني حجيت، ما كرهتش حتى انا بحال دوك الناس ونمشي حتى انا. الحلم ديالي هو نمشي انا لديك بيت الله.